اللعنة على المسرح، اللعنة على الأدوار الثانوية، اللعنة على الماضي والحاضر. الناس هم الناس، والمكان هو المكان. حضرتك فهمتني غلط، ده كان بس قصدي إن أنا أعرف الشخصية بتؤدي إيه في المسرحية دي. بترقص. نام برا. صحيتك يا ابني، ناقصها مسرحية، حدث فعل. ده في الفصل الكام ده يا ابني؟ في صحة بطل المسرحية. بص يا أخ ديدي، هي الأستاذة تحية مش ساكنة هنا برضو؟ أستاذة؟ يبقى أنت أكيد من مصر. مدفوع يا سرحان في إيه؟ مسرحية اللي أنت عايز تعملها؟ أنت اللي هتلعبي دور البطولة في المسرحية الجاية يا تحية، الكلام واضح؟ صدقتي؟ آه. مين بقى اللي هتعمل البطلة؟ أفراح القبة، 25 سنة رمضان يجمعنا.